موجة جديدة من الاغتيالات الغامضة المشتبه بها هزت الداخل الروسي لأنها طالت كبار قادة الجيش الروسي مؤخرا، وهذه جاءت على أول هؤلاء من كبار القادة. نتحدث هنا عن ألكساندر بوزاكوف، هذا الرجل هو يعتبر وكان المدير العام لأحواض سفن سلاح البحرية الروسية في الأدميرالتي شيب ياردز، وهذه طبعا الشركة هي تعتبر تابعة للشركة المتحدة لبناء السفن الروسية، ونتحدث هنا عن شركة تعمل بمستوى عال للغاية وفعال على الأسطول البحرية الروسي. هذا الرجل فجأة بدأت تأتي الأنباء في 24 من ديسمبر بأنه قد توفي، هنا في 25 من ديسمبر وضحت بأن الرجل قد تعرض إلى موت مفاجئ، sudden death. كل الصحف بدأت تتحدث، حتى الماريتايم اكزيكتيف من الغرب في الداخل الروسي وحتى في الداخل الأوكراني، ما الذي جرى لهذا الرجل؟ التفاصيل كانت قادمة من الشركة التي يعمل بها هذا الرجل بأنه كان حاضرا في 24 من ديسمبر حفلا موجودا في سان بيترسبرغ لتجديد أو لتدشين بالأحرى إحدى الغواصات المهمة التي أطلقوها، وهي من الغواصات الغير نووية وغواصة تعمل في الديزل، وهي تعمل بشكل فعال في إطلاق صواريخ الكاليبر. سبق لوزارة الدفاع الروسية أن تحدثت عن هذه الغواصة بأنها عملت في شمال البحر الأسود، هنا من البحر الأسود أطلقت صواريخا فجأة ظهرت من المياه لتستهدف عددا من النقاط المهمة في الداخل الأوكراني. ضربت العاصمة الأوكرانية كييف، ضربت العديد من المناطق الموجودة فعلا، وبالتالي هذه شركة ونقطة مهمة، وهو المدير العام الخاص بها، والشركة اعتبرته خسارة كبيرة بسبب موت مفاجئ قد جاء في نفس اليوم الذي كان هو حاضرا فيه لتدشين هذه الغواصة الجديدة التي نتحدث عنها. قد يكون الموت عاديا بالنسبة للآخرين، لأن الموت هو قدر ويأتي لهؤلاء الأشخاص وإن كانوا كبارا في القادة، ولكن ما زاد الشك فيما جرى لهذا الرجل هو ليس فقط عدم وجود تفسيرات لما جرى له، بل إنما جاء بعد يوم واحد فقط أنباء مباشرة لأحد كبار قادة الجيش الروسي وواحد من أهم الأشخاص في الجيش الروسي، وهو أليكسي ماسلوف. الرجل كان القائد العام والقائد الأساسي والأعلى في القوات البرية الروسية سابقا، وأيضا كان الممثل العسكري لجيش الاتحاد الروسي لدى الناتو، وهو بدأ يعمل مؤخرا قبل وفاته في إحدى الشركات المهمة لصناعة الدبابات الروسية، وهي شركة أورال فوغنوزناف. هذه الشركة من أهم الشركات في بناء وصناعة الدبابات الروسية. فجأة هذا الرجل أيضا جاءت الأنباء تتحدث بأنه تعرض إلى sudden death، موت مفاجئ، لا تفسيرات نهائيا لما جرى لهذا الرجل أيضا في الداخل الروسي في الداخل الأوكراني، وحتى الغرب تحدث عن هذه المسألة. هذا الرجل أساسا كان متواجدا في منطقة في داخل روسيا وهي نيجني، هنا بهذا الاتجاه الشركة التي يعمل فيها كانت تتواجد وموجودة في هذه المنطقة، وقبل يوم من وفاته وما تعرض له كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من المفترض أن يحضر وأن يزور هذه أو هذا الموقع الذي يعمل فيه، ولكن فجأة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجل تماما هذه المسألة ولم يحضر لهذه ولزيارة هذا الموقع المهم ولمصنع الدبابات الروسية، وفجأة الرجل نقل للمستشفى، وفجأة في مستشفى طبعا في مستشفى في موسكو، مستشفى عسكري، وتوفي أيضا في ظروف غامضة للغاية لم يعرف أحد أسبابها. وضعت الشكوك بأننا أمام اغتيال، لأننا أمام يومين متتاليين، في 14 من ديسمبر تحدثنا عن ألكساندر وتحدثنا الآن عن أليكسي هنا ماسلوف، في 24 25 وفي ياد غامضة، وها نحن أمام فجأة أمام موجة من العمليات التي يشتبه بأنها عمليات اغتيال غامضة بدأت من جديد في الداخل الروسي. شهدنا في السابق مثل هذه العمليات للعديد والعديد من القادة الروس الموجودين في الداخل الروسي بهذه الطريقة، وأيضا أن هذه تأتي لتضاف إلى العديد من الأمور الغامضة التي تأتي في العمق الروسي، انفجارات كثيرة لا تبرير لها تأتي أيضا على عدد من المواقع العسكرية، على عدد من مراكز التسوق، عدد من النقاط التي لا يعرف أحدا لماذا هي تنفجر بهذا الشكل، حتى على مستوى موسكو وفي داخل موسكو، بل إحدى آخر الانفجارات هي جاءت في الساعات الأولى من صباح هذا اليوم في نقطة تأتي أيضا في الداخل الروسي، وهي نوفو تشيركاسك، تحدثت عنها الأوساط الأوكرانية، هنا كما تلاحظون نوفو تشيركاسك في روسيا، وهي
في روستوف تحديدا، وكان هنالك لقطات عرضت لطبيعة هذا الحريق الذي جاء على إحدى الوحدات العسكرية التابعة للفرقة 150 الروسية. احترق هذا المبنى بالكامل، ولا أحد يعرف من الذي يقوم بهذه العملية. هل هم الأوكرانيين؟ هل هي CIA؟ هل هم البريطانيين؟ أم أطرافا معارضة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين هم الذين يقومون بهذا الأمر؟ وبالتالي واضح جدا أن هنالك ضغطا كبيرا على الداخل الروسي، في ظل أيضا أن الجيش الروسي غير قادر على التقدم نهائيا. إذا ما لاحظنا هنا بعضا من التفاصيل بحسب معهد دراسات الحرب والكريتيكال ثريتس، تلاحظ خارطة أوكرانيا، الأوكرانيين تقدموا في خيرسون ولديهم تقدم أيضا على دانييتسك وضغط كبير واشتباكات. لم يتبقى من ميكولايف حتى يعلنوا تحريرها بالكامل إلا منطقة هنا، وهي إقليم أو جزيرة أو شبه جزيرة كيمبرن، لكي يسيطروا عليها وبعدها يعلنون إعلانا كبيرا بتحرير إقليم ميكولايف بشكل كبير، وهو الميكولايف أوبلاست طبعا. لكن الأهم من هذا بأن الجيش الأوكراني بدأ يضغط بشكل كبير على لوغانسك ويحاول التقدم هنا على كرامينا. هنالك عمليات كبيرة من الأوكرانيين من أجل التقدم في هذه المنطقة، وإذا ما اقتربنا من هذه النقطة فهذه هي كرامينا هنا. وكما تلاحظون لدينا اللون الأزرق هي مناطق سيطرة الجيش الأوكراني، واللون الأحمر هي مناطق سيطرة الجيش الروسي، اللون الأصفر هي مناطق اشتباك كبيرة جدا، والقوات الأوكرانية تدفع بقوة لهذه المنطقة. دعونا نذهب للقمر الصناعي لكي نرى ما الذي يجري هنا من هذا الضغط الكبير. الجيش الروسي ليس حاضرا في هذه المعركة، وهو يكتفي بالدفاع فقط ومحاولة الحفاظ على المكتسبات التي حققها طبعا في هذه المعركة. الذي يأتي ببساطة بأننا هنا أمام منطقة وهي تروسكا التي ترونها، التي تسيطر عليها القوات الأوكرانية ببساطة، فإن هنالك نهرا هنا وهو نهر زربتس، وكذلك هنالك نهر آخر وهو نهر يطلق عليه نهر كراس تحديدا. هذه النقطتين وهذين النهرين هي التي تأتي فيها عملية الصراعات، وتعتبر نقاطا مهمة بالنسبة للطرفين. القوات الأوكرانية طبعا موجودة هنا في تروسكا وموجودين طبعا في هذه المناطق جميعها، وبالنسبة للقوات الروسية هي تتعرض للضغط في كرامينا، وتحديدا النقطة التي تتعرض للضغط هي دبروفا. طبعا كل هذه النقاط بما فيها زباتوفا لا زالت فيها القوات الروسية، وتتواجد تقريبا في مناطق متقدمة. الذي جرى مؤخرا بأن لواء من القوات الخاصة قد جاء ووصل إلى هذه المنطقة التي تأتي إلى شمال تروسكا، وكذلك مع وجود اختراق من القوات الأوكرانية في هذه المنطقة التي ترونها، بدأ هجوم من عدد من الاتجاهات من الجنوب بحسب معهد دراسات الحرب طبعا، وأيضا تقدموا وبدأوا بمرحلة اشتباكات من أجل السيطرة على ديبروفا، وأيضا لواء القوات الخاصة قد دخل أيضا هنا من الجهة الأخرى الغربية لديبروفا. وهنالك هدف كبير جدا للقوات الأوكرانية هي السيطرة على هذه المنطقة، دفع القوات الروسية إلى الخلف ومحاولة السيطرة على ديبروفا وبعدها التقدم. وبالتالي هنالك هدف قصير المدى وهنالك هدف متوسط المدى. الهدف القصير المدى هو التقدم لهذه المنطقة، أما المتوسط المدى هو الوصول إلى النهر. هذا هو الهدف الأكبر للقوات الأوكرانية، أن يدفع القوات الروسية إلى كل هذه المناطق ويدفعونهم إلى خلف النهر. طبعا دعونا نأخذ القوات الروسية هنا بأن تندفع بهذه البساطة بهذا الشكل، وبالتالي لن يكون هنالك أي شيء أمام القوات الروسية التي تعتبر هي أقل عددا مقابل التكثيف الكبير للقوات الأوكرانية، إلا محاولة الاحتماء هنا بالنهر ومحاولة خلق خط دفاعي من أجل المحافظة على ممكن أن يحافظوا عليه في لوغانسك من خلال المدفعية، من خلال تعزيز القوات التي يمتلكونها. وبالتالي الساعات القادمة متوقع بحسب معهد دراسات الحرب أن يتم التقدم بهذا الشكل على ديبروفا، وبعدها سنرى معركة في كرامينا من أجل السيطرة عليها. ولكن هنالك نهر كما تحدثنا قد يؤخر الكثير من الأمور. الهدف الأكبر كما نتحدث الآن بالنسبة للقوات الأوكرانية هي الوصول إلى لوغانسك والسيطرة عليها بالكامل، وهذا يعني لن يتركوا شيئا للقوات الروسية نهائيا. هذا سيعني أنهم بأخذ هذه المنطقة ودفع القوات الروسية ستكون القوات الروسية في مشكلة حقيقية، لأنها لا تسيطر إلا على 50% فقط من دانييتسك، وهذا قد يعني ببساطة بأن القوات الأوكرانية ستتمكن من عملية الوصول هنا إلى بحر آزوف، وهذه نقطة خطيرة للغاية إن ما تحققت في دانييتسك. ولذلك وعلى هذا الأساس القوات الروسية
الروسية فعلا تحاول تعزيز التواجد في لوغانسك من أجل محاولة صد وخلق صد كبير ضد الهجوم الكبير الأوكراني الذي يبدو مكثفا في الساعات الماضية في 48 ساعة الماضية. ولذلك بدأت تأتي بعض اللقطات للقوات الروسية والتعزيزات التي تأتي إلى لوغانسك هنا بهذا الشكل. والمنطقة قد ذكرت بحسب ما تم تداوله بأنها في كاميينسك شيكاختينسكي، هذه منطقة في روستوف تتواجد فيها هذه الدبابات وهذه التحركات التي جاءت مؤخرا. وإذا ما حاولنا أن نحدد هذا الموقع، من الصعب جدا تحديد هذا الموقع، ولكن دعونا نحاول. هذا كما نلاحظ عمودا متقدما كما هو يبدو، هنا شجرة واحدة تبدو خلف هذا العمود طبعا، وهنا مجموعة من الأشجار مع مبنى مميز جدا في الخلف كما تلاحظون، يأتي بهذا الشكل وبعدها يمتد بهذه الطريقة، أي بما معنى أنه بهذه الطريقة. هذا الشكل مهم جدا بالنسبة لنا لتحديد هذا الموقع. كما تحدثنا الدبابات هنا، الحركة كانت بهذا الاتجاه، يعني بأن سكة الحديد تتحرك بهذه الطريقة لكي نتأكد من المنطقة، وهي منطقة كاميينسك شيكاختينسكي التي تحدثنا عنها. وبالتالي إذا ما ذهبنا إلى هذه المنطقة بالقمر الصناعي لكي نتأكد من هذه التحركات ومن هذه التعزيزات، لنتجه إلى هذه المنطقة التي تحدثنا عنها بالاتجاه إليها إلى السكة الحديدية الخاصة بها، ولنبحث عن شكل المبنى الذي رأيناه الآن والذي حددناه. وبالتالي ستلاحظ أن هنالك مبنى وحيد هنا نوعا ما يتطابق ولكنه بالاتجاه المعاكس، وبالتالي بمجرد الالتفاف بشكل بسيط بهذه الطريقة لتحديد هذا الموقع فسنلاحظ بأننا فعلا أمام نفس العلامات. فجأة ستلاحظ بأننا أمام هذا العمود، واضح جدا بأننا أمام الظل الخاص بهذا العمود، وهنا شجرة واحدة وهنا مجموعة من الأشجار، وهذا هو المبنى الذي لاحظناه. وبالتالي كان التحرك بهذا الشكل والتصوير بهذه المنطقة، ومعنى ذلك أن الدبابات كانت تتحرك بهذه الطريقة قد لا يبدو متطابقا للبعض. وبالتالي للتأكد دعونا نهبط بالقمر الصناعي لهذه المنطقة هنا بهذا الاتجاه ونلقي نظرة على المبنى، هل هو متطابق مع المبنى أو متشابه أو متقارب لكي نتأكد. بالتالي أنت ستجد نفسك فجأة أنت أمام نفس المبنى، عندما تحاول أن تقارن الصور أنت أمام نفس المبنى. بالتالي كل شيء تأكد لنا بأننا فعلا أمام حركة تأتي بهذا الاتجاه من قبل القوات الروسية، وهذا الاتجاه بالالتفاف الآن من هذه المنطقة المهمة جدا وهي مدينة مهمة جدا في روستوف. ستلاحظ من إذا ما أخذنا خارطة موضحة أكبر بهذه الطريقة ستلاحظ أن المدينة التي تحدثنا عنها هي هنا، وهذا يعني بأنها تتحرك بهذا الاتجاه، ويعني بأن هنالك فعلا تعزيزات كبيرة تأتي إلى داخل لوغانسك من أجل صد الهجمات الأوكرانية في موضع دفاع القوات الروسية. بل أن هنالك صورة مثيرة قد نشرت لإحدى المنظومات الدفاعية للقوات الروسية، والتي توضح بأن هنالك ضعفا في عملية الإنتاج للمنظومات الدفاعية الجوية للقوات الروسية. هذه الصورة تحديدا إذا ما لاحظنا هذه الصورة وركزنا على عملية النقشة الموجودة، النقش هنا تحديدا إذا ما لاحظناه وحاولنا أن نركز على طبيعة هذا النقش المهم جدا الموجود على هذه البانسر S1 وهي منظومة دفاعية مهمة للغاية، سنجد فجأة بأن نفس هذه المنظومة تتطابق تماما بعملية النقشة هذه التي تلاحظونها مع نقشة الجيش العراقي، نقشة بانسر S1 التي تصدرها روسيا للجيش العراقي. نفس الشيء، لاحظ أنت أمام بالضبط نفس العلامات ونفس الشكل تماما الذي يصل للجيش العراقي هنا كما تلاحظ، أنت أمام نفس النقاط وأمام نفس الشكل تماما. وهذا ما وجده عدد من المراقبين العسكريين بأن هنالك تأخيرا في عملية تصدير هذه أو هذا الإنتاج الروسي الذي من المفترض بهذه النقشة أن يذهب للجيش العراقي وأن لا يبقى في روسيا. هنالك تأخيرا على ما يبدو للعديد من المنظومات الدفاعية والأسلحة التي يستخدمونها للداخل العراقي أو حتى لدول أخرى، ولكن هي فعلا توضح وتعطي صورة واضحة لما يجري. ولكن مع ذلك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يضع الجميع في غموض كبير مما سيفعله، لا أحد يعلم ما الذي سيفعله هذا الرجل. فجأة قام بتوقيع مرسومين مهمين، المرسوم الأول
هو بأن جميع المناطق التي جرى فيها الاستفتاء مثل لوغانسك، دانييتسك، وزاباروجيا وكذلك خيرسون، والتي أعلنوا بأنها أصبحت أقاليم روسية، وقع مرسوما بأن كل المدنيين الموجودين في هذه المناطق من حقهم الحصول الآن والتقديم للحصول على جواز الروسي. والكرملين قالوا بأن لا سلام أبدا إلا وتسلمون هذه المناطق وهذه الأقاليم ونوقف إطلاق النار. بالتالي هنالك إصرار كبير جدا على هذه النقاط. وأيضا في نفس الوقت توقع مرسوما مثيرا للغاية يرود فيه على جميع أو القرار الكبير الذي اتخذته مجموعة الدول السبع والاتحاد الأوروبي وكذلك أستراليا، اتخذوا قرارا بوضع سقف لأسعار النفط الروسي على مستوى 60 دولار، سيطبق قريبا على روسيا، وبالنسبة له هو وقع مرسوما سيبدأ من الأول من فبراير وسيستمر لمدة 5 أشهر من أجل إيقاف أساسا تصدير النفط لمجموعة الدول السبع والدول التي ستلتزم بسقف سعر النفط الذي سيكون بقيمة 60 دولار. بالتالي أنا سأوقف عليكم عملية صادرات النفط لأنكم الآن تعادون وتحاولون أن تقللون من الأموال التي تأتي لنا، وفي تحدي كبير للغاية. وهنا يجب أن نركز أن القرار يبدأ ويصبح فعالا من الأول من فبراير. هذه تعني الكثير، لأن التقارير الأخيرة التي صدرت من الغارديان البريطانية تحدثت من تقارير أوكرانية خطيرة أيضا وتقارير غربية بأن هنالك حراك كبير يأتي في بيلاروسيا بمناورات القوات الروسية مع البيلاروسية، وأن هنالك استعدادا في نهاية شهر فبراير للتقدم للعاصمة الأوكرانية كييف. وبالتالي اتخذ قرارا مثيرا في شهر فبراير سيطبق، وشهر فبراير يعتبر نقطة خطيرة لما ممكن أن يكون قادما أمام العالم. كل مؤشرات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ليست بالعادية أبدا، والجميع يترقب ما الذي سيحدث فعلا في الفترة القادمة.